مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة نتحدث فيها عن الإنترنت. الإنترنت في الماضي والحاضر. ضيفنا الدائم في هذا البرنامج آية الله السيد أكبر مرجاني. أهلا ومرحبا بك مولانا. حيا، أتعرف ما هذا الشيء؟ ما هذا؟ إنها كهرباء. انظر، إذا دخلنا هكذا ترجع هذه إلى ها هنا. من اكتشف هذا؟ من؟ أنا. الآن تصدق؟ هل نتكلم عن الكهرباء أم عن ماذا؟ عن الإنترنت. هذا موضوع مهم، سنؤجل الحلقة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. مولانا، قبل هذا، هل تعلم أن الأرنب من الحشرات؟ الحشرة لو دمانه وقف ولا درينا. عندما جاء الأرنب، خلاص موضوعنا مختلف تماما. في البداية، موضوع الإنترنت هذا في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية التي غزت العالم. نعم. هل ذكرت هذه الثورة من قبل في كتبنا؟ نعم، ذكرت هذه المعلومة عندما أبي عبد الله بن أبي سعد الله، عندما جاء الإمام إليه وقال له: هل حدثتنا عن غرائب الزمان وعجائب الدردمان؟ شنو الدردمان؟ الدردمان، ها، الدردمان الذي نحن فيه، عندما تقول له أنت دردمان أي أنت مجنون، فهذا يسمى زمان الدردمان أي زمان الجنان. فرد عليه الإمام، قال: نعم، سيأتي عليكم عصر الدردمان. قيل: وما الدردمان؟ قيل: أنتم لا تفهمون الدردمان، ولكنني سأوضحه لكم. سيدخل إلى كل بيت، ستدخلون، سيأتيكم إلى الشارع وأنتم وقوف وأنتم متبلطحون وأنتم جالسون، سيغزوكم، ستجلسون حيث لا تجلسون، وتتكلمون حيث لا تتكلمون، وتعاشرون المعاشر حيث لا تعاشرون. وهناك ما قال: وما هذا الشيء؟ هل يقول لهم إنترنت؟ لن يفهموا هذا المجال. قال: ستأتي، سيكون له، قيل: وهل، كيف سيدخل إلى كل بيت؟ هل هو على شكل ساقية ماء أم على شكل كابلة؟ كابلات لم يكن هناك من زمان كابلات. نعم. فقالوا: هل هو مثل الحنشان الثعابين؟ قال: سيكون هناك ألياف ضوئية. فلم يفهموا شنو ألياف ضوئية، شنو هذا، شنو جننتنا. فقال لهم: سيدخل إلى كل بيت وستعرفونه في حينه. قيل: وما اسمه؟ فرأى رجل يئن، والرجل يقول فقال: هذا أن أن. فزبط واحد وتره، وبلغة أهل ذمار عندما يتر الإنسان تره أي دهفه أو طرده، فتر واحد، فهذا أن وهذا تره. ثم قال الآخر: أنت. فهي إنترنت. صلوا على آل محمد. هذا كما جاء طعم. هذا في كتاب إيش؟ في كتاب الكافي وفي النسكافي وفي الكابتشينو، جاء في الثلاث الكتب، وهي من أروع الكتب التي تكلمت عن هذه الثورة المعلوماتية الهائلة. بارك الله في علمك. لو فصلنا قليلا في هذه المواضيع، نعم، ودخلنا لكل موضوع على حدة، الفيسبوك هذا ذكر. ذكر طبعا، ذكر كل شيء مذكور، كل شيء تلقاه في الكابتشينو، كل شيء، وفي الشاي المغربي. هناك من قال أن الفيسبوك جاء عن الإمام سيدي بن عبد الحميد الفيسبوكي. الفيسبوك هو اسمه الفيسبوك نسبة إليه. نسبة إليه كان يفس بك. على ما بكيت أنت؟ أنا أعرف على ما بكيت. يفس. كان كثير الفيسباك، فكان الإمام رضي الله عنه كثير الفيسباك، فكان الناس عندما يلتموا حوله يبث لهم لحسن كلامه، كانوا يجتمعوا فكان يبث لهم وايرلس. فجاء كلمة فيسبوك، ولكنه جاء من هذا الشيء أن في الفيسبوك فوائد وأضرار. ما
الأضرار عندما والفوائد وهو كلامه الرائع كما يأتي في هذا العصر الذي نحن فيه. فهناك من يستخدم الفيسبوك لأغراض دنيوية تافهة، مواقع أنا اطلعت عليها بنفسي. تطلع عليها كثير. هل ترسل في الواتساب؟ معك واتساب؟ نعم. أنا أرسل لك المقاطع ولكنها ليست بالجودة العالية. ليست اتشدي وهذا خطأ. نعم. ضميرك الحي حفظ الحمد لله. يجب أن يكون كل شيء على ثقة من معلومات الأزباردية. نفع الله بعلمك. نعم. مولانا من اخترع هذا؟ أنت تذكرت عن اسمه وكذا، لكن كيف كان علماءنا ومراجعنا الدينيين السابقين كيف كان يستخدموا الرسائل بينهم في ظل عدم وجود هذه الأشياء؟ كان موجود من زمان. من زمان. كيف كانت الوسائل؟ إذا كنت تريد كما جاء في كتاب النسكافي أنه إذا أردت أن تكلم أحدا وتريدها على سرعة قل يا حسين يا حسين نجمة مربع على طول. لا تبكيني لا تبكيني، هداك الله. مربع مربع ونجمة على طول تأتي الرسالة إلى من تحب إذا كان من شيعتنا. هل أجرب الآن؟ لا ينفع هذا. هل أنت من محبي الحسين؟ جدا. قل يا حسين يا حسين نجمة مربع. يا حسين يا حسين نجمة مربع. نجمة مربع رصيدك غيرك. حتى ولو رصيدك غير كافي ادخل يا حسين يا حسين ربها من يدك المباركة. كما جاء في لقد ذكرت جاء في حديث عن أبي عبد الله ابن عبد الله بن هذا أنه من هذا أحد شيعتنا وأئمتنا قال سيأتي عليكم عهد الطباز. الطباز ستتضابزون بالكلام طبازا أي ستترازلون بالطبز كذا. واستغرب الناس وقالوا ما هذا الشيء؟ قال ستتضابزون بالكلام. والآن وصلنا وصلنا إليه عندما تتكلم تطبز كذا وعلى طول. تفضل. السؤال الأبرز الآن، هل يجوز استخدام هذه مواقع التواصل وهذه مثل ماذا؟ الواتساب، واتساب، فيسبوك، إنستغرام مثلا؟ هنا أتكلم قبل الإجابة عن هذا السؤال. هناك من يسأل هل الواتساب موجود من قبل؟ نعم، كما جاء في الإمام حسين محبي عندما جاء وأعطى لنا بعض الكلمات عندما قال يا نصفي الثاني وكلي عندي طلب حالي مسلي ما دمت أنا في القلب حالي لا قد فتحت الواتس قولي. نعود إلى سؤالنا. نعم. هل يجوز استخدام هذه المواقع؟ لا يجوز لا يجوز بتاتا بتاتا. هل تستخدم أنت؟ طبعا. لماذا احنا لا؟ أنا من أهل البيت لا يستخدموها إلا يعني لأنهم يدخلون في مواقع أنت تعرف في هذا الحاجات. نعم. متى تستخدمون؟ آخر الليل. آخر الليل. آخر الليل يكون الجو صافي وهادي ورائع وسريع وسريع وتشدي. يا سلام. تفضل. يقال أن هناك أمور تفسد الشباب بسبب هذه الوسائل التواصل وفسدت أخلاقهم. نعم الحمد لله والشكر. وأنت تشجع وربما قلت ترسل روابط لماذا تنصح الشباب في هذا العصر؟ أنا أنصحهم لا يستخدموا إطلاقا بالبتة إلا إذا كانوا من أهل البيت. تفضل. ما حكم من يحضر أصحاب حظر نهائي لا في الواتس وفي الإنستغرام وفي الفيسبوك وفي الأرقام كلها؟ هل هناك دليل على هذا؟ كثرت حالات الحظر، الناس تئن، الناس يقولون حظر حظر. خلاص يا بني لا تبكي، هناك دليل على أنه غير جائز وإنه من الظلم الله. وإنه من الظلم الكثير أن تحضر إخوانك. وأنه جاء أن أحدا من الناس طرد شخصا من المجموعة فماذا حدث له؟ حرق بيته وماتوا ثلاثة من عياله وثنتين بنات رغم أنه ما قد تزوج.
فأقول أن لا تحضروا، لا تحضر أخاك المسلم من الواتساب أو من أي مكان. ما هو الدليل؟ الدليل كما جاء في الكابتشينو عن أبي عبد الرحمن بن حسين بن عبد الله أنه قال كلمات الإمام: يسعود العلي عذبني بله فالحشاء وتعبني وغنمني وغبني من غير جميع أرقام صدها ما عرفت سبابه واللي ما حسبت حسابه غير رقمه واتسابه وزنابه مع استقرامه وزنابه مع هذا في كتابه كلمات من كلمات الإمام عبد الله بن عبد الحسين بن الدنيا الحارق الحاري طبعا. بارك الله في علمك مولانا وزادك الله واتسان وإنستغراما وكل شيء. بروحك الواتساب والإنستغرام رجال في الصف التلفزيون سنعرض عنك الواتس إن شاء الله. ولا يجوز للنساء أنت تتراسل مع أي أحد إلا إحنا حتى رفيتم في العلم. مشاهدينا الكرام نصل وإياكم نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج. نعم نشكر مولانا ونفع الله بعلمه وزاده رفعة في الدنيا والآخرة. هل تعلم أن الأرنب من الحشرات؟ لا أعلم قلت لا. نصل وإياكم إلى ختام البرنامج، نستودعكم الله في أمان الله.